كان واحد المشكل اخر اللي اولا حتى هو ما تلقاش ليه الحل في المجلس السابق اللي هو غادي يعطي انطلاقه نوعيه للجماعتين زكان الى لقات ليه الحل هو الباقي استخلاصه تبارك الله اللي مقدر بالملايير ديال السنتيم الا تمكنتوا باش تجمعوا هذا الباقي استخلاصه يعني واحد السيوله ولا واحد المدخول ديال الجماعه تعطيها الدافع باش تحقق واحد العدد ديال المشاريع. شنو غادي يدير السيد الرئيس في هذا الخصوص ديال الباقي استخلاصه؟ هذا الموضوع ماشي شنو غادي ندير، درنا لانك في انا اقول بان الجامعتين زكان لاول مره في تاريخها حققت فائضا حقيقيا ديال 27 مليون ديال الدرهم، فائض صافي ديال 27 مليون درهم بدون ما يكون هناك بيع لاي ممتلكات ديالها، وهذا رقم قياسي وتم تحقيقه للمره الاولى. انا لابد ان اعرج بالشكر السيد النائب الاستاذ رشيد ابوي على العمل ديالها كتقوم بمعية الفريق ديالها كامل، رئيس المصلحه وجميع رؤساء المكاتب وجميع مكونات الموارد الماليه بالتنسيق مع مصلحه الممتلكات وجمع مكونات مصلحه الممتلكات، وهذا العمل كامل تحت اشراف السيد مدير المصالح. كان عمل كبير، كان مفتخرين اليوم نقولوا حققنا 27 مليون درهم. هذا 27 مليون درهم كفائض حقيقي سنعرفوا بلي في واحد الرقم كبير من الباقي استخلاصه، وحنا باقي واخدين تدابير كبيره جدا في تحيين اداره الاسواق، العمليات القرب، التحسيس، كذلك الذهاب الى الاجراءات المحكمه، الاجراءات القانونيه، التبليغ عند ركب المفوضين القضائيين. اليوم لا يمكن للجامعات المحليه ماشي غير زكان ان تبقى مكتوفه الايدي امام هذا الريح. الجامعات مطالبه اليوم باستخلاص حقوقها لدى المواطنين كما المواطنين. شحال مقدر الباقي استخلاصه؟ الباقي استخلاصه اليوم ما نهضرش حيت فيه الموارد الذاتيه والموارد المحوله. الموارد الذاتيه لا يتعدى 15 مليون ديال الدرهم. 150 مليون 15 مليون ديال الدرهم، مليار ونص. مليار ونص الموارد الذاتيه. ولكن الموارد المحوله تتجاوز 50 مليون ديال الدرهم. الموارد المحوله كنقصد بها الضريبه التجاريه، ضريبه النظافه، وهذا يعني الا باقي استخلاصه 6 المليار ونص 7 المليار تقريبا. هذا باقي استخلاصه كما قلت فيها ذاتي اللي هو ديال الجامعه، وفيها ما هو محول اللي كتكلف فيه القبضه ولكن بالتنسيق مع الجامعه. ولكن حنا دايرين عمل كبير، عمل كبير اليوم كما قلت لا يمكن للجامعات المحليه ان تبقى مكتوفه الايدي امام هذا الريع، خاصه وان جميع المرافق الجامعيه القيمه الكريديه ديالها قيمه هزيله، قيمه مدعمه، قيمة اللي يمكن لأي مواطن أنه يؤديها في الوقت المحدد دون تماطل. ولكن للأسف الريع والفكر بأن الجامعات ليس لديهم تتبع اليوم تغيرت الرؤية، وإحنا مجبرين اليوم في تنفيذ القانون وتنفيذ دورية وزارة الداخلية وتنفيذ دورية الحكومية من أجل أن الجامعات المحلية تطور الموارد ديالها، توسيع الوعاء الضريبي. إحنا كنشتغلوا في هذا الإطار، وكذلك وانا لدي ثقة كاملة السيد النائب وجميع مكونات الفريق ورئيس المصلحه فانهم غادي في الطريق الصحيح من اجل انهم اننا نقلصوا هذا الباقي استخلاصه الى ارقام قياسيه ان شاء الله. نعم.